السلام عليكم، انا الرشيدي محمد، انا من 90 وانا في الدوار الجديد قبل ما يكون سوق الصالحين. وكاع الناس عارفيني، انا كنبيع الاتات. من اول حرفه ليا هي الاتات، من هنا من السوق عندي الاتات. انا كنت فجأة عطوني مع الاتات المتلاشيات. انا دابا وليت مشرط، انا وولدي وليت خدام عند الناس، عاطيني 4 على 3 في الزنقه فيها الخرازه. واش انا الاتات يخدم لي في الخرازه؟ عنده حانوت واحد خرج فيه 5، يدير الرده ديالي انا والده ديال السيد الاخر والده ديال السيد الاخر. حيت حنا دراوي صافي حقروا علينا، قالوا صافي هاد الناس هادو غنعطوهم حنا فين ما حنا غيتلاحوا. وانا حليت وقلت لك اكثر من 3 شهور والله ما بعت فيه شي بياسه. السلام عليكم، انا الرشيدي محمد، انا من 90 وانا في الدوار الجديد قبل ما يكون سوق الصالحين. وكاع الناس عارفيني، انا كنبيع الاتات. من اول حرفه ليا هي الاتات، من هنا من السوق عندي الاتات. سيدنا الله ينصرو عطانا المشروع، قالين عاد دخلوا ليه. انا كنت فجأة عطوني مع الاتات المتلاشيات، وانا عندي عارفيني الناس هما، لقيت براسو عارفني انا كندير الاتات. يعني حقاش دعانا ومشينا حتى الرباط، المحكمه في الرباط باش عريبوا من الاول، وما ريبناش. مين دعونا ريبنا، عارفني عندي الاتات انا. وفي الاخر كيعطيني المتلاشيات، قال لي انت مع المتلاشيات. بقيت كنمشي ونجي عنده كل سيمانه، كل شهر، كل كنمشي ونجي عنده. كيقول لي صاحبي انت حانوتك راه كاين. حنا ما نقولوش مثلا الناس جات من برا واستافدت او شي حاجه، الناس عندها حانوت خرجت منه 6 الحوانت ولا 5 الحوانت. هو عنده حانوت ماشي ما عندوش، ولكن راه خرج منه الحوانت. انا كنعرف ناس ما شروش كاع بزاف قبل من نقول لك قبل من القرعه تقريبا شي شهرين ولا ثلاثه. قسما بالله اللي خرج بالوراق ديالو، بالله هو اللي محصي في الحانوت وخرج عنده الاتات. يعني هذا انا عارفه، ماشي مثلا نقول لك لا راه كنكذب عليكم، ولا الا دعت الضروره نوريكم نقول لكم داكشي اللي كاين. وانا من 90 يمشوا للعافيه الاولى ديال 95 كيلقاوني محصي دير الحانوت. ملي كيجيو كيقول لك انت اش عندك، كنقول لهم عندي الاتات، محصي بالاتات. و 98 جات العافيه عاوتاني عندي الاتات، 5 د العافيات اللي محروق فيها كلهم دير فيها الاتات. ولا ما تيقونيش انا عندي الناس كتشهد لي من الدار البيضاء بان انا عندي الاتات. شحال من عام ولا كنتصارف معاهم، سنين ولا كنتصارف معاهم، تقريبا من 2000 من 2000 ولا كنتصارف معاهم ولا اكثر. انا دابا وليت مشرط، انا وولدي وليت خدام عند الناس. انا وليت خدام عند الناس، انا هنا في السوق الحانوت ماشي ديالي. عاطيني 4 على 3 في الزنقه فيها الخرازه، واش انا الاتات يخدم لي في الخرازه؟ راه ما يمكنش يخدم لي الاتات. انا تمحليتو شهرين وثلاث شهور وانا حالو، والله ما صورت فيه ريال، وراني سديتو دابا ومشيت خدام انا وولدي عند عباد الله. علاش ما نعرف، كنمشي عند القايد كيقول لي وصافي انت حانوتك والله اسيدي لا كاين. قسما بالله الا بغيت تحول، وكيقول لي والله اسيدي لا نعيط عليك قريب تهز القرعه. عيط عليك فين شفتو انا؟ حتى قالوا لنا راه تحول. وانا حاليا دابا كنقاسي انا وولادي والدار كامله كتقاسي. علاش انا عندي الاتات؟ واش الاتات شنو غندير في بلاصتها؟ انا ماشي مسألة على الحانوت كبير ولا انا، كون غير عطوني حانوت صغير وحده الاتات نقول ما كاين بس، راه صافي راه رزقي هو هذا. حنا سيدنا الله ينصرو راه عطانا ماشي ما عطاناش، ولكن الاخرين اللي لعبوا بينا، اللي دار مثلا عنده حانوت وحاصي 5 الحوانت ولا 4 الحوانت، هو راه كاين، راه ما نكذبوش على الله نقولوا راه ما كاينش هذا السيد، راه ولكن الاخرين مين جاو؟ عنده حانوت واحد خرج فيه 5، يدير الرده ديالي انا والده ديال السيد الاخر والده ديال السيد الاخر. انت عندي غير حانوت واحد، ما عندوش 5 ولا 6 ولا 4، مقيد ولده، مقيد مرته، مقيد خوه. علاش هذاك زعما؟ حيت حنا دراوي صافي حقروا علينا، قالوا صافي هاد الناس هادو غنعطوهم حنا فين ما حنا غيتلاحوا. حنا راه عندنا سيدنا عبد الملك الله ينصرو الله يخليه لينا. تحقرت ماشي تحقرت ماشي، ودابا المشكلة هي السلطة عارفاني راني عندي الأتات. ملي بديت أنا عندي الأتات، القيد عارفني، المقدمية عارفيني عندي الأتات، ولو السوق كامل، شي السوق كامل كاع اللي بغيني نشهد ليه، لا مينات شاهدين ليا، السوق كامل كاع الناس عارفيني راني أنا عندي الأتات. صراحة عندي الأتات، ما كاينش كون عيد دير شي حرفة أخرى مثلا، عندي شي حرفة أخرى عمري درتها نقول ماشي مشكلة. أنا دابا عندي الأتات، واش أنا دابا كليت رزق عباد الله؟ الناس كتسالني في الدار البيضاء، كليت رزقها
في كورونا وزدت تكملت هذا باكالس وانا خدام عند الناس. يعني انت ما عطاوكش كاع دابا؟ عاطيني 4 على 3، انا هزيت عاطيني 4 على 3. ولكن في الزنقه ما خداماش لي ديك الزنقه. هذيك الزنقه اللي عطوني فيها ما خداماش لي كاع بالباتات. ان علاش واش عمرك شتي الاتات داخل في زنقه صغيره عنده حدا خراز حدا واحد كيبيع كراسة قدام حدا البيبان قدام، وانا حليت وقلت لك اكثر من 3 شهور والله ما بعت فيه شي بياسه وسديته ومشيت خدام عند الناس. والناس ما عندهمش الاتات وخايدين الاتات، ولكن هما باش خداو الاتات عنده حانوت واحد وخرج منه 5 الحوان، دا لي انا حانوتي، دا السيد الاخر حانوته، دا الاخر حانوته، راه باينه هذا الشيء، راه ماشي مثلا كاين اللي وخدا وكاين اللي ما خداش. كاين اللي خدا، ما نكذبوش على نقولوا لا راه كلشي الناس واخده وكاين اللي ما خداش. تقريبا في اتات كاين انا بوحدي اللي بقيت ولا شي جوج ديال الناس، انا هو الاكثريه انا نيت اللي ما خديت. انت كنت كتسكن هنا قبل يعني قبل ما يتبنى؟ وانا هنا خدمت في البرارك، انا خدمت في البرارك هنا، انا كنقول لك من 90 وانا هنا في سوق الصالحين. هذيك الساعه كانوا كيقولوا عاد دوار جديد، راه ماشي سهله، وكليت الناس رزقهم، راه ما نكذبوش على يمشيو يعيطوا على الناس في الدار البيضاء، يعطيكم كاع التليفونات ديالهم يعيطوا عليهم يقول لهم ما تسيش شحال وانتم كتصارفوا معاه، راه ماشي عاد ديت ولا شي حاجه، راه لا اله الا الله. ودابا انا كليت الناس رزقهم ووليت مريح خدام عند الناس، خدام صافي راه كنجي كنخدم. والقيد قسم بالله كيحلف ليا كيقول ليا شوف والله حتى غنعيط عليك هاد الايام تهز القرعه. قلت له راك عارفني، راه ماشي مثلا ما عارفنيش اللي تقول لا واصبح شي كيدوز عليا عندي الاساس، ماشي مثلا ما عارفنيش ولا شي، لامينات عارفيني. عيه هو لامين اللي كان عندنا في هذاك الوقت من جات القرعه حيدوه داروا امين اخر وداروا الخليفه ديالو راه كيعرفني. لكن الامين حتى نازيه لامين مسكين هذاك حيدوه. كان عندنا الرامي احمد، رامي احمد نازيه مسكين، وجابوا لنا واحد كيقول لي الرباطي، هذا كان في سوق اخر وحنا في سوق اخر. حنا حتى هذاك لامين الا بغينا نجيبوه باش عيشه دي يقول لك ما السيد راه يقول لك راه ماشي مشكل. انا ديال معروف ومعروف الحمد لله، ماشي مثلا شي حاجه اللي غتهضر. انا معروف مع الناس، معروف الكليان، معروف مع كل شيء، كاع حتى في الدار البيضاء كاع يسولوا على سميتي انا. اي ياك العافية ديال 95 ما كتحيدش، وقسما بالله لا محروق فيها ديال الاتات انا، وال 98 ديال الاتات راه كل ما تشي راه مقيد عندهم، راه كيجوا البوليس كيقول لك انت شنو معمر هنا الاتات ولا شنو معمر، كيقيدوا اي حلفه كيقيدوا بوحدو. هذا هو الامر اخويا. انا دابا كنطلب من سيدنا الله ينصرو يشوف معايا في هذا الامر هذا. انا وليت غير مريح، وليت غير خدام هذا عباد الله بالسيمانه، ولا راه عارفيني، راه الناس كدوز كتضحك عليا كتقول لي يا ودي انت هو الاول في السوق وليتي هو الاخر في السوق. يعني انت كنت بحانوت صبحتي بلا خدمه؟ بس صافي صبحت بلا خدمه. انا علاش الحانوت اللي عطوه لي ما خدامش ليا؟ انا كل خدام ليا علاش غنسدو ونمشي نخدم عند عباد الله؟ كون صور فيها 30000 علاش غنمشي عند عباد الله نخدم معاهم؟ راه كل جالس في حانوتي. ولكن انا عطوني هذيك الحرفه الاتات، انا ما عنديش من غيرها شي حاجه اللي عندي، انا عارفها. واش انا اول واحد خدم في الاتات وعارفيني الناس راه عندي الاتات، والقيد حتى هو عارفني عندي الاتات، والمقدميه حتى هما عارفيني عندي الاتات. ولكن هادشي اللي كان الله اعلم، راه ما نقدر نقول شي حاجه على انا كنعرف جوج ديال الناس اللي في الاتات، هادو اللي في الاتات اتات كنعرف فيهم جوج ديال الناس، كاين منهم واحد انا وكاين واحد الدري اخر. هادو ما حتى هو الاخر كان كيقول لي القيد راه والله تنعطيك والله تندير لك، ولكن راه ما كاين والو لحد الساعه باقي ما شلنا حتى شي حاجه. دابا انا ساد الحانوت وخدام عند الناس حتى يدير الله شي تاويد الخير، هادشي اللي غنقولو. انا بغيت سيدنا يجي ويصيفط شي فرقه وتجي وتحقق معنا وتشوف الامر اللي كاين، راه اللي كاين راه كاين، حنا ماشي غنكذبوا باش مثلا غنديروا. اللي عنده شي حق راه ياخذه، اللي ما عندوش يتحيد ليه. هذا هو اللي كاين دابا، القانون ديالنا حنا راه بينا، راه عندنا مالك الله يخلي لينا صراحه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.